كابتن الشحانية محمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لزميل سالم بن سعيد بن حضيرم والاستاذ الكبير والاب الروحي والاخ للمعلقين والمحللين. الشكر ايضا للاستاذ سعد بن مثل العتيبي، ويسعدني مشاهدينا الاعزاء التواصل معكم في مساء هذا اليوم، مساء ما قبل الرموز. اذا مسافة الكبار ومحل الرقص دائما مع الكبار. تهانينا والناموس للفائزين بالشوطين الماضيين، من استهلوا أشواط ومسافات 8 كيلومترات، ألمى لناصر بن عبد الله المسند، وأيضا والعاصف لصالح بن حمد بن هاملة. تهانينا والناموس للفائزين، ونبحر مشاهدينا إلى أعزاء أيها الحفل الكريم في هذا الشوط ومجرياته في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وبهذا الدعم الكبير. وينطلق ايضا هذا المهرجان بالتوجيهات الساميه من سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. اذا مقدمه الشوط ومن تحتل المركز الاول منصوره نواب بن نوح البلوشي، على مقدمه الشوط يقدم لنا منصوره. المركز الثاني الشاهينيه لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، دور المركز الثالث. مقدمة الشوط يا سلام، حرب على مقدمة الشوط، كم رموز وكم مواتر قد حصدتها سابقة وتشاف في يوم التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام، الله بن زعبين يقدم لنا هذا الأداء المشرف والأداء الممتاز. ولكن ابن الغربية أيضا قادم، ابن الغربية قادم على المركز الثاني، المركز الثاني. هذه الغرفة، هذه مشاهدينا الاعزاء الشاهينية، وايضا المركز الثالث ابناء عجمان قادمين مع نواب بن نوح البلوشي. على المركز الثالث، المركز الرابع، اعطوني المركز الرابع. الوصول من قبل زعفرانه سيف جعفر بن مرخال اكتبي، والخامسه كما تشوفون الخامسه هنا، القدوم من الفايزر محمد بن راشد بن محميد المنصوري. والكيلو متر الاخير، وين 800 متر الاخيره، وحربه حربه 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 على مقدمه الشوط، ترفع رايه التهديد. المركز الثاني هنا الشاهينيه، زايد بن محمد بن زايد، ولكن خلاص، ولكن حربه يا متابعين، حربه يا متابعين، حربه اعلنت الحرب وشقت الدرب في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، شاقري في الهجن الاصيله، ركض بكرتن صيتها واصل، مرحبا مرحبا يا حي حربه اللي قدمت في الشوط الاوائل. اذا هذه حربه مشاهدينا الاعزاء. شوف يا ابو حمدان، شوف شوف ايش تسوي حربه في هذا الشوط كعوائدها دائما. هذه حربه يا متابعين، هذه حربه على مقدمه الشوط. وفي المركز الاول 300 متر الاخيره يذهب هذا الشوط مع حربه لتضيف هذه الجائزه العينيه القيمه البي ام دبليو الى ابناء زعبين والى رصيدها الغني الغني عن الغني بالانجازات والحافل بالانجازات في رصيدها رمزين. الله لا يستغرب الفوز بشال الشوط. اذا ثلاث رموز برصيدها، ثلاث رموز برصيدها، وهي تنتزع البي ام دبليو. تهانينا والناموس لمالك حربه سعيد يابر على هذا الفوز الشقي. تهانينا والناموس. المركز الثاني الشاهين زايد بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الثالث، المركز الثالث الوصول من زعفران لسيف بن جعفر بن مرخان الاكتبي، المركز الرابع منصورة لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي، المركز الخامس المركز الخامس الكدرية لمحمد بن سالم بن مبارك بن جهوين المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك حربة سعيد جابر الشقي، وايضا التهاني للشقي الصغير حمدان بن سعيد بن جابر على هذا الفوز المستحق في مساء هذا اليوم. هذه حربه وهذا هو ملخص الشوط. اذا حربه تقطع المسافه في 12 دقيقه 49 ثانيه او 50 ثانيه 20 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس للشقي سعيد جابر. المركز الثاني
المركز الثاني كان مع الشاهينيه تهانينا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري 12 دقيقه 53 ثانيه 92 جزء من الثانيه، تهانينا ايضا للمنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من قبل زعفران، وصلت المركز الثالث وتوقيتها الزمني 13 دقيقة، وانتظر لحظات وصول الفائزة. إذن أحيل الكلمة للزميل سالم بن سعيد بن حضيرم وتوقيت توقيت وصلت في المركز الثالث. زعفرانة وصلت في المركز الثالث 13 دقيقة 10 ثواني 30 جزء من الثانية، تهانينا للسيد سيف بن جعفر بن مرخان الجتبي، تهانينا الحمدان بن سعيد بن يابر.